ما كنتش اعرف زي ما بقول لكم كلمه دايما هقولها في بدايه البروجرام عن حاجات بتصادفني وبتحصل لي في حياتي. كنت في محل تجميل واقفه عند الستاند بتاع الكريمات، لقيت مندوبه بتكلم كلاينت وبتقول لها بصي بقى الكريم ده هايل، هتاخديه وهتحطيه فوق الميك اب بتاعك، يعني فوق كريم الاساس، فهيديكي ضي كده للميك اب وهيخلي شكلك حلو جدا. انا طبعا يعني انتوا عارفين احب اشوف ايه المنتجات الجديده والحاجات دي، مسكت الكريم وقريت عليه، لقيته يا جماعه كريم نهار، كريم نهار عادي جدا، ما بيتحطش فوق الميك اب، يتحط على البشره ومخصص كمان لنوع بشره معينه وبيدي ضي للبشره. ما كانتش تعرف ان الفتي وعدم الامانه ممكن يبهدلوا بشره الست. ما كانتش تعرف ان الكلاين دي او الست دي ممكن قوي تاخد المنتج ده، لكن لما هتستخدمه طبعا هيبوظ لها بشرتها او مش هيدي النتيجه المطلوبه، فبالتالي عمرها ما هترجع للمنتج ده تاني. اللي انا عايزه اقوله من خلال الكلمتين البساط دول لشركات التجميل، يا ريت تمرنوا المندوبات. ما ينفعش المندوبات تبيع حاجات هي مش فاهماها. وعايزه اقول برضو حاجه للستات، ما تاخدوش ابدا يا ستات الحاجه عمياني، اقروا، دي بشرتنا. ما كنتش اعرف.